السلام عليكم، بصفتي عضو المكتب المحلي ديال النقابه الوطني الجامعه المغربيه للبريد واللوجيستيك، كنتمن هذه الوقفه اللي شاركوا فيها جميع النقابات اللي كانت في صريح في حقيقه كتعبر على جميع المطالب اللي وقع على اجماع الصعيد الوطني. وهذه المبادره كانت في اطار الحركه النقابيه اللي شهدها قطاع البريد من اواخر شهر ديسمبر، وحنا في اطار الاضراب المفتوح كنعتذروا من هذا المنبر ديال شوف تي في للمواطنين المغاربه على تعطل ديال المصالح ديالهم، وكنتمنى انهم يتقبلوا هذا الاعتذار لان الظروف ديالنا وصلت لواحد المستوى لا 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 يفي معها الصبر. ومن هذا المنبر كنحيي الاخوه البريديين اللي شاركوا في هذه الوقفه وبينوا على التضامن ديالهم على الملف المطلبي اللي هو مشروع وكيهم الدفاع على حتى المؤسسه باش تبقى مؤسسه وطنيه ملك المغاربه وفي صالح المغاربه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الروم مصطفى الكاتب المحلي والجهوي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم على إثر الإضراب المفتوح اللي عنات عليه النقابات الثلاث وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل. ففي ظل جائحة كورونا كما تعلمون قطاع البريد المغرب هو اللي بقى مشتغل واللي بقى فتح أبوابه في وجه المواطنين والمواطنات. تنتفاجئ مؤخرا باقتطاعات اللي هي مهولة في حق الموظفين، وهذا على إثر إضراب اللي قمنا به لنهار 29 و30 و31 ديسمبر 2020. هذا الإضراب درناه نضالا على بعض المطالب الحقوقيه نتاعنا اللي هي مشروعه واللي كتجلى في اربع نقاط، وهي الزياده الحكوميه للقطاع نتاعنا قطاع البريد المغرب ما استفدش منها. ثانيا النقص المهول في الموارد البشريه. ثالثا لوائح الترقيه تاع 2018-2019 لحد الان باقي ما تسوت شيء. رابعا وهو الملف طي الملف للقانون الاساسي لحد الان باقي ما خرجش للوجود وتنطلبوا به. هذه اللي هي حقوق المشروعه كنطالبوا بها للاداره. جازتنا في اخر سنه 2020 باقتطاعات اللي هي مهوله تتوصل حتى 90% اللي كاين حتى 100% اللي شد زيرو درهم من المنحات المردوديه اللي كان كل شيء كان تتسنى بفارغ الصبر. تنتفاجئوا مؤخرا بهذه الاقتطاعات، وهذا هو السبب الوحيد اللي شعل هذا الفتيل واللي شعل هذا الاضرابات اللي غتبقى مفتوحه، وهذه الاضرابات غتبقى مفتوحه حتى نحققوا الملف المطلوب نتاعنا. وحنا كنقابات مستعدين للحوار، حنا بابنا مفتوح للاداره اللي متعنته، الاداره اللي سد الابواب في وجهنا. ومن هذا المنبر تنبي نقدم الاعتذارات للمواطنين كافه المواطنين اللي تضروا من هذا الاضراب نتاعنا. كما تتعلموا القطاع البريد قطاع حيوي وقطاع نتاع الجميع نتاع جميع الشعب، وكيتسد في وجههم هذه المده. فتنقدموا اعتذاراتنا وشكرا لقناه شوف تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسن بوهلال نائب رئيس المكتب المغربي لحقوق الانسان فرع مراكش وعضو مؤسس ديال المكتب على الصعيد الوطني. نحن كمكتب مغربي نتضامن مع الشغيله ومع العمال ديال بريد المغرب على هذا الحيف اللي وصل لهم، وعلى هذا الظلم اللي ولاو تيعيشوه، هذه المشاكل اللي ولاو تيعانيوها. وبحكم ان هذا القطاع هذا قطاع حيوي تنشوفوا بان راه المواطن هو المتضرر بالدرجه الاولى، لانه اصبح تيعيش هوس
فماشي غير المواطن، حتى الشركات الى وقف هذا القطاع، يعني وقف وقفات مجموعه من القطاعات اللي هي مرتبطه بهذا القطاع ديال بريد المغرب والفروع الاخرين. ولهذا نتمنوا من المسؤولين انهم يستمعوا لهاد الناس ويستمعوا للمطالب ديالهم اللي هي مطالب جد بسيطه بزاف، ماشي مطالب اللي هي يتعذر على عليهم باش يحققوها لهم. ومن هذا المنبر تنشكر شوف تي في على هذه الالتفاته، وتنشكر كاع الاخوه الصحفيين، وشكرا، وتنتمنى المطالب تحقق.